سيدي كنت حي أيوه. حمزة مركا حقا وطو حوير إيريا 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 ماشي كاقا دان والله حوض حالكو حكلي معها ودير لما كي لولوش عطبان دير لوريت شري إيا النبات إيا النولو القدي ده واطاي مركا حلبانا دير سبب حمزة وصو رجدان معايتا كو النبات إيا النولو أوسو أوسو قارن حاد دو قولو لين أي وحكلة 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 ماهن وديدست أي ديدين خاتم إلي نقطة استين مدح بنان halkaas ka diidayeen marka xamse qulis laba mid dooro baa u jirtaa in uu arintii hore uu u sameeyay inuu ku adkaysto oo kursiga saab ku waayo oo xildhibaanada dirta ay waayaan in uu xasan xamse raaco oo xildhibaanada dirta waayo su'aashaad uu soo noqday yaa dabada ka riixaya waxa kamid ahaa farmaajo madaxweyne hore Soomaaliya Sheikh Sharif si aanu xasan kow imika loogu bilaabo carqalad siyaasadeed tan labaad in aanu xasan haweysan inuu mustaqbalka siyaasadda shalka dambe ku soo rido Sheikh Cadir Madobe لكن الشيخ هذا المدوب وحو أها وحو كميد أها حسبي مدحوين الشيخ شريف مركا وانب الشيخ شريف بلق رب حي محمد وبيش الشيخ شريف مركا وحو قعنسار ليه شهو صليه شي نبض إيه نرى اللي مكل أوريت شريف كل قاك حيست هذا المدوب وهذا المدوب إما كأولوس لصوص عارو مشين كصوص عدا سيدي هذا المدوب بيش الله بطول الله حاط ود بقول كي بقول رجس هدوهين حلي بانا ديرنا ما توحي أمي دي سينيهين نكلينا حمسة حدو دق دقائق توجين وايو يحوشن أو توجين وايو إن أي مشكلة كينيان أو صوص عريان حسنة تاسو حكوت هاي أيام درئي قلت رسي كنا توا عن داو ذيال قيبتا نروح عنكو إيجينا وبرامش كان عنكو سوق قادنا إن أرمها لحرير إن حلقان برلمان كصوماليا ده حديث اللي قد ريميو إن أي قار كود ودان أولا لا أد أحوغن أولوغ سوهر جيد الرئيس الوسارة إيا سيدو كالي حل إبان ندا كالي إيا ودا يدونا قدوميها بارلمان كموشين كاكتان كاللاوة دا موشين أد لوغ نح دريم إيو غرياشا سياسة دا بارلمان كا واسأبيادا إيكو حريران إيو هولها كا نح سعودا كدي مركا أو فرمو كولان كا بارلمان كا إيا واحد لعكرا أيان غيبتان كو إيجينا سيد أقويهان سيد محمد علي أيا فرقيني سلو أقويهان محمد علي سلو محمد أدو المحطة واتا سيد وحالة دريمية إن أي صعودان أولو لك الدوان أو لحريرة موشي نأسك سوهور جيدة أو قدوميها بارلمانكا إيو لغاوة الرئيس الوسارة دوت دا يستيطان آد أي إشكو سوهور تريسا إن كستا أو بارلمانكي ولي أو سنفرمين محاي تهي أهن تسالكو أهن تسالكو أهن تسالكو هايش سيدة أنا سعوني محمد و بارلمانكي بك فصح بو غالي ونا صون غنية إنت أو فصح غالي محمد وحا صعودة وحلي لا حد حدوش السياسة ذي بصعوطة سيدا عين محمد الكور قمنا أمور باحين تبا إيمك أي شيء جيسو وحايز دو صارا لبن موشين وآد العرس باو باباشي يالا شالا وحي نمقل ينمى الحينح وشير خرصون أبا بدو حريهين لقالي قولي يسو بسير محمدو لابد اسم موشين محمدو هدي أنكو كالتلمة مميدو حقص عوضة بارلمانك وحلو قوضة شيخ حسن شيخ عدل المدوبة لقوضة منا وحلو قوضة رئيس الوزراء حلو وضع. لابد أسمع شو مرك لابد دعوة كويهين. لابد محمد وحي دعوة كويهين. تقال كبيري أرجع كحيس الله تقالنا كير شباب. حسن أوت في حيت ما تقوله قالي. أيا اللي دوني يا اللي يقول ريامي حسن. حسن لابد choice of في أنا يو طورتين. قدوميها برلمانك أمرك هوريتا أها. عاد المدوب أمرك هوريتا إيسك كوح أهاين. نيكي دونش الشيخ شريف. أما دين أنا كأها لابد يدور كأها. دين أنا كأها دي شيخ شريف تاجر سنة. لكن مرك بعد وتاجر وعاد ولا شقي شقادة وود حسن كتاجرين هي حمسة أمرك يسوع هرب يسوع حسن صوت ضعتي شقادة في عنا وضين هذا سؤال شذا وصل نضيات لبعض كريه حيا وضع لبعض هرت أن أخرى إن البرلمان كان برلمان إيه عاد المدوب وحد بعد كريه حيا محمدون نمك الأورنجري نبض إيه إن الأوروبا لبعض كوضع نمك هسير وحي شركم قال محمدون لما أنتوا كوحدة سو حي شركم قال تودا كتركيا شركة وحمرك يورس قصو قريب قلي شيخ شريف وحمد الحيني هو الصومالية أهانا نيكي فرماتو سياسي دا سوق ليي المرك أوريس أمك عابي خيز الوزارة شركة سيو حقيقة بكالين كوحيو نبا كيقين كشير رقو وقو عرص وحقم دها فرماتو مدو حيني هو الصومالية شيخ شريف فهد شركة شركة سعودية شركة سعودية أيو أحاد وحانا لسيو قرشيني يهدسا يهدف كأوين ومحمد ونقلها وحيهيد سيانو حسن كو إميك لوغو بلاو عرقرة سياسات طلبات إن آنو حسن هويسا إنو مستقبل كالسياسة دا شركة دا قصو نقضو حدي كأنا ما أشتر حتى إن آنو قصو نقضو شركة سيمركة وحالس لا أفكرتين كو إن موشين لغا كينو شيخ عادل مدوب موشي الله لكن شيخ عادل مدوب وحوها وحو كميدها حسبي مدحوين شيخ شريف ماركا وعدب شيخ شريف بلغ رب حي محمد وبيشي شيخ شريف سيدان أقول هاي محمد يحسن اسمه
isku ma sanbanaana waliba waxaad garanaysa beesha ay ka soo wada jeedaan labada maxamed oo dagaalkana argagixisay la dagaalanka kuma mideysta reerkiisa qoyskiisa marka laga eego beelaha kale ee maxamed oo yahay marka laga eego sheekh shariif marka wuxuu gacansaar la yeeshay hoos la yeeshay nabad iyo nolol imikii loo jiray marka ama kursiga loo balan qaado ama rais wasaaraha loo balan qaado kaarkiisa siyaasadda maxamed oo ciyaaraya sheekh aadan madobe marka isagu shariif ayuu la jiray la socday shariifki marka ayuu la jiray nabad iyo nolol isagu lama jirin oo farmaajiga oo isla ma jirin asagu wuxuu la jiray oo taageersanaa ninkii loo jiray sheekh shariif madaxweynihii hore soomaaliya oo xisbigiisa uu ka mid ahaa laakiin maanta wuxuu ka arkay muraayadiisa siyaasadeed iyo mustaqbalkii siyaasadeed wuxuu ka arkay iyo wanaagga degel iyo mirif wuxuu ka arkay ninka la yiraahdo madaxweyne xasan sheekh inuu wado taasi markaa waxay keentay in macal shariifka laga kaxaysto aadan madoobe oo aadan madoobe iminka colees lasoo saaro mushinka soo socda sidii aadan madoobe meesha lagu tuuri lahaa sababto wax kale maar waxa weye mustaqbalka siyaasadeed xasan in la dhaawaco weeye degel mirif aan dib aan ku yara bidhaamiye maxamedow حسن انت موشيك خمسة انت انا قلينين حسن لابد دران قد وراها يسا محمدو حسن لابد ان حل ديبان انا ديرت اللي يده هدو بقول كيما بقول حسن بي تاغير سي حسن عد كيدو ميل بو ايانا مخل لقا غريبا حتى حل بانا هوي وحو اسكو با وبقول كيما بقول وحو اسكو حل ديبان ديرت اسكو خبا ان حل ديبان ندى ديجل ايا ميري في النوحي او قضيين بقول كيما سيديت العائلة هذا مش اتشاري هذا نبض ينرال بي او قضيين او شيخ قد مدوب حتى مدونيين وايا نيكا قعنتي سكو سوقوري او صو سمي او صو سحيحي وحو هاد ninka la yidhaahdo lafta garen lafta garen iyo aadan mudoban kaar siyaasadeed ay ciyaarayaan weli iskuma sanbanaana kordhintii loo kordhiyay lagu sasabayay ee madaxweynuhu meesha tegay ee magaciisa weli lafta garen waxa weeyaan nin ay ka dhex muuqato nabad iyo nolol marka culayska sheekh aadan madoobe digil iyo mirif waxay taageerayeen nabad iyo nolol bay taageerayeen aadan xasmid marka sheekh marka ma waxaad leedahay sheekh aadan madoobe xil dhibaanada digil iyo mirif le awood kuma lahan ee waa looga awood badan yahay waa looga awood badan yahay taas waa hubaal maxamedo shalay nimankii doortay shalay nimankii soo qortay baa meesha maxamed uu jooga maanta had waad ogtay maxamed xataa dhowr jeer inay isku dayeen in sheekh aadan madoobe meesha laga tuuro inay dhowr jeer isku dayeen madaxweyne inay gooni ula shiraan digil iyo mirif maxamed oo nimanka la yidhahdo boqolkiiba sideetan barwa waxay ahayn nimankii farmaajo u codeeyey bay ahaayeen kamana qarsoona inay nabad iyo nolol maanta yihiin culayska ay ku hayaan aadan madoobena wax qarsoona waa wax cad maxamedo markaa sheekh aadan madoobe hadduu waayo xasan waa guldaro siyaasadeed xildhibaanada dirta hadduu waayana waa guuldaro siyaasadeed marka xasan culays badan baa ka saaran labadan bushina isborsoo maxamedow markakan ra-iisul wasaaraha maxamedow aadaan dib ugu noqdo saan kuu sheegaba xasan laba dooro mid dooro baa u jirta hadduu xildhibaanada dirta waaye maxamedow culays bara badan baa kusoo wajahan xasan oo dee boqolkii boqol rog isu hadduu waayeen xildhibaanada dirna maanta waxay u midaysan yihiin ninka la yidhaha xamse hadduu dhaqdhaqaaqa joojin waayo iyo hawshan uu joojin waayo in ay mooshi ka keenayaan oy soo saarayaan xasanna taas waxay ku tahay ayaan darre iyo guuldaro siyaasadeed bay ku tahay xamse markaa ragga wato waxa weeyaan ee eryaya ee raba inay meesha ay ka qaadaan waa laba kooxood hal koox keliya maaha waa dir nimankii loola jeclabaa dir la oran jiray iyo nabad iyo nolol qudheeda waa tahay marka xildhibaanada dir sababta xamse uga soo horjeedan maxay tahay kuwa nabad iyo nolol soo gaaran haddii aan xildhibaan dir maxamed ugu noqdo waxaa ugu dambeysay cayaarihii gobolada iminka ee la qabanayo waxaan cayaarihii maamul goboleed la qabanayay xildhibaanada dir waxay ku midoobeen markii ugu horreysa ku midoobeen maxamedow majarahooda siyaasadda mustaqbalka iyo kaarka meesha ay dhigayaan waxay ku qasbeen ra-iisul wasaaraha in uu ka noqdo cayaarihii uu ku casumay maamul goboleedka khaatuma ee markii xamar markay yimaadeen si ay cayaaraha u matalaan waxay yidhaahdeen maamul goboleed ma aha waxaadna ka hor imaanaysa xamsow heshiiska mustaqbalka soomaaliya ee annagu aan u ololeynayno ee xamar iyo hargeysa laysku keenaya ayaad ku tahay guuldaro ku tahay xamse markaa halkaa dhaawac weyn baa kaga yimid waxay ugu ololeyn ay wax kalta wax kale ma ahan waa diidista ay diidan yihiin khaatuma inay noqoto isteen madax bannaan halkaasi ka diidan yihiin marka xamse qulis laba mid dooro ba u jirta in uu arrintii hore uu u sameeyey inuu ku adkaysto oo u kursigiisa ku waayo oo xildhibaanada dirta ay waayaan inuu xasan xamse raaco oo xildhibaanada dirta waayo oo taataa meesha taalla marka meesha waxaa yaalla tartan siyaasadeed baan nabad iyo nolol maxay ka rabaan xamse nabad iyo nolol xamse waxay ka rabaan laba waran baa haysata nabad iyo nolol horta nabad iyo nolol heshiis lamaa xamse lamaa sideeda lama aha reerkan uu matalayo
وليس كده أنت بضم بوح معمولة يعني بدي نقول بمعمولة إسا أما اللي عقلي ما مر حكوم معمولين أما أريد خلص اسمه حمد حكوم معمولين حمسمر كوي حي كودي دنيه حمد مخر لقى الله وحي أمسين حمس إنه يحي نين أنا حسن هذا الكسوع عند كريم نين حسن شيء بكيس كوتشرة نين حسن بريم مستقبل كيس ليس كره نين حسن أن مشكك كين كريم تاسي أمسين وحي دوني برضو بنوادي وحي دوني سه عرقلت سياسة ديت إلى كوسامين صوماليا هذان إيه ثلاثة حين حمد أيه وتركيا دو حجوجا أيه دو ودي الصومالي ده محمد هالقول شيء إنك إيه قصة يحطها مركا حمسة أوليس كسارة وحوية نبض إياه نور ومجهة شيء ذي سه إيه خلي بانه ده ديره تلو حصل وكارون نقولين ده هدو حمسة رقاق شو شيء واي مركا حمسة أوليس أوليس بضم بصر واتاي مركا إسكوشان أنت لفيلا يو إن رئيس وسارة حمسة وقصة مع حكومة ذي سه وهم كبدلي كتارنت ها مدحينه محمد وحين الله صعنا إنه شرج قرصون لا يشبه ليس وسير هذا إنك استوى أن ورفع عن هذا الصوصار من أول هوبين لكن إلى ضع ضع يد يد قصة بحي وحي شيء جيان مدحينه إنه عر على سي عر الأحد محمد هو استوى أمه تشينا يحلقن كوكشلا يضيف تيد رحمة الله موقتا هي قريقة أوقات إنه متل إنه يهي هو جاميها مستقبلك هو جاي مستقبل كنا محمد هو حكست له من قرته وحلو قرته نك نبتة لقيب سبب شد يسوي حسن ما أنت وحديار وياه إن ونبتة يا رفات كيا حبض لقيب صدو شعب يس إنه حريه إنه كحريه سياسة خريبا سياسة خريبا إيه نبض إنه رأي براين سكولا قر إيه مش كينين كل إين كسر كصومالي ده لحق لي إيه أهني ما كان لي يراهدو إيه الشباب كا إيه قبيرات إنه حسن كحريه تونيا مركا حمسة يا حسن شيخ هذيك الحرام محمد وقول درع صب أصي صديق ويه نبض ينورد وحي كربان بقول تل أي دوني وحوي إنه حسن مستقبل كل سياسي مركا نبض ينورد جروب كود وحي أركان رئيس الوزاره مدحوينه يقدمي برمان كأول دجرة ها وهل نعم صعد ها مركا الباب لقى سوبر قراعي كرمال ما شفته مركا وقول رئيس محمد وانا نقول صومالي هو يتي لقى محلي حسن كم محلي محمد وانا ما نقى حسن وحق لنا هي لكن محمد ودنت صومالي وحي كتشرته إن أي برلمان كأي وزير هذا أي سرير أي قبيلة متلين أي قرن كأي مدة صومالية أي ديفة أي الرحمن هاي سبحانه إني متلان حسن ما أنت وحوا يستاد قلا وزير رئيس الوزراء نظيفة أدعت وهو هايستا مش ده مر جزء من أقوال لنا يا حمسة كتمين قدوميها برلمان كأو حسن الله شقينا يأو أمريكا إما كقبلة اللي حلقة صباحه ده قال كهالك وحقل يا محمد حماش وكيم الشيخ هذا المدوبي نيك علنك أو قاضي أنا والله بني بع علنك أو قاضي محمد مستقبلك لا بس لأن محمد مكرون تلاقي هالله يو وحي توس أمة تلا يا شعب قد دقل يمر نين وحويا الشيخ هذا المدوبي محمد وحطي خير نقطه يا حدين نقطه محمد هالجنبه كسوة شيدا ميال ولس كسوة شيدا نيك اللي بعنده وحوية نيكي مركز هرب محمد وعلى الشباب كهان شرين وحبنا كي يقعد على الشباب كوزير كعدالة دمانتا وشيخ منصور روبو ليرا محمد اللي بعد أسوء الشيخ وحيستو مدحوينه وحيستو مانتا ولا بقى عمود او وين والدقال كنا وحكا قبان كرا وحنا كتاني كرا وحنا كعاون كرا ما هلفت قرين وحبكا قبان كرا محمد لمن كان وحكا قبان كرا ما انت حسن وحيستان هل قم كونا مركو هل كنا ما دو حلو ويهينو كبيرو وحنا هل قد عصر فيس كلا بعده حويا جو ولد الدجل يمرف أي دقة إن لقح رأي الشباب محمد مركا النبضي ونرأيه وحيدونه يوحك لما دونه يان مرتون كاسي دونه مركا أغرشها الصعودة مركا ولا دونه يوم مركي وفرمو شركة برلمان إن أقبل الوضو مش ندان إسك السهور جيدة دبر شاب انت لقى أي كنت هاي أغرشها الصعودة لقوة دقالة ما يشعر والله محمد وقل نبر شو آدي يحني يقول درحهم بيكون طحي هل جنك حسن أوت في حياتي يجوش يسياس ده محمد أيام مقطع أما جوش يس هل جنك محمد مقطع أيام ما أنت وقاري هدي أدوينا النقطة محمد والله هيلين هاي يهدي الشعب قصوا ما النقطة بقى مركا لمن كان ليجي لحد النبض ينور محمد وح كلام توريان لعكت بورسوي كي فهد ياسين يا فرماش يا كوحس ودان محمد يسبيس ايدونا يا وحدونا يا ما انت بقى يكون بيلعبين حمر ذاتك انك لا فرفره برلمانك انك لا فرفره محمد وح كلام يوم الدنيا قصدك المدونيا مستقبل قصواني هدف كمرة انا كرسو نقام بدونيا تاسينا وحيكوتا حسن عمصر وسواء شعدية نبر شاب وين بيكوتا حسن كما يقول هاي قرن كأي أمضى يا شعب الصومالي يد كوتا بطا وقدفيت مكبت بادك دونان حمسة يو قدوميا برلمان كأي مدحوين حسن الشيخ محمود با
أرنتاس مركل الله أجا خبير نمدا محمد ويواي أرنما السياسي حسن شيخ وحن شعله إنه كبدادي تونه طريقه يكو يو استعمالك كرام أو لوجو بدادي كرام وحو استعمالك كرام هرت محمد وأكتها هي مركل الله جهل رئيس الوزراء يما دحوين حسن سيدا اي لبود او وجهين ارنت خاطو محمد ويكد ويكل دوغان تحت سيدا او وجهين ارنت انترناشونال عالم كيما انت قاسك تاغر محمد ويكل ويكل دوغان تي واد فهميسا مركا مدحوين حسن شيخ وحو عياريا سياسات اسبا كو هبون كبو دعايو لكن وحان اوغها انو اسكو غوليسان دونو ان او لبدو كرسي او سي فدي او سي جوغ مستقبل واتا اديا وانا غوشا سومالي واتا اديا ادم كوغ مهاد علينيا داوديال قضب كان اوغ هادليني موشيندا لحريرة رئيس الوزراء يقدميها برلمانك حل حطود هذا لودو هوسي كده السودان برلمانك الصومالية أو مركا أو فرمو لقى عبسي قبو إن أو كبر لودو موشيندا أسيس كسهور كده أي أنت خصوصا كبرنا برامج كوا حفلقين يا أخوي هان سيد محمد أنت إذا لسعود سيني أنا أروي محمد صلاة إذا لسعود سيني أنت برامج كان برامج حقول الدراسة يعني بتقولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.